بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في الدرس الرابع من دروس التناسبية، ويتعلق الأمر بالسرعة المتوسطة. خلال هذا الدرس إن شاء الله سنحاول أن نفهم معنى السرعة المتوسطة وكيف نقوم بحسابها. كعادتنا نستهل حصتنا بنشاط. يقول النشاط: تسير شاحنة بسرعة 70 كيلومتر في الساعة. هذه العبارة 70 كيلومتر في الساعة نكتبها رياضيا على الطريقة الآتية: 70 كيلومتر في الساعة. السؤال الأول: أتمم الجدول أسفله. السؤال الثاني: أنشئ رسما مبيانيا يمثل هذه الوضعية. نبدأ على بركة الله بالإجابة على السؤال الأول. في الجدول أمامنا، السطر الأول يتعلق بالمدة بالساعة. في خانات السطر الثاني نجد المسافة بالكيلومتر. إذا لنجيب على هذا السؤال، يقول: في مدة ساعة ما هي المسافة التي تقطعها هذه الشاحنة؟ فانطلاقا من المعطيات، لدينا تسير شاحنة بسرعة 70 كيلومتر في الساعة، يعني في ساعة، فالمسافة التي ستقطعها هي 70 كيلومتر. هذا لدينا في المعطيات. الآن في مسافة 35 كيلومتر، ما هي المدة التي تستغرقها هذه الشاحنة؟ إذن كيف سنجد هذه المدة؟ نظرنا في الحصة الماضية تعرفنا على الأعداد المتناسبة، فهذا جدول لأعداد متناسبة. لاحظوا كيف ننتقل من العدد 70 إلى العدد 35. ماذا نفعل؟ نقسم على 2. إذن كذلك نأخذ العدد 1 ونقسمه على 2 فنجد 0.5. إذن فالمدة التي تستغرقها هذه الشاحنة خلال مسافة 35 كيلومتر هي نصف ساعة، 0.5. هذا العدد يمثل نصف ساعة. الآن خلال مدة ساعة ونصف، ما هي المسافة التي تقطعها هذه الشاحنة؟ نفس الشيء، كيف ننتقل من العدد 0.5 إلى العدد 1.5؟ نضرب في 3. إذن كذلك نقوم بضرب العدد 35 في 3 فنحصل على 105. إذن فمئة وخمسة هي المسافة التي تقطعها هذه الشاحنة خلال مدة زمنية قدرها ساعة ونصف. الآن ما هي المدة الزمنية التي تستغرقها هذه الشاحنة لقطع مسافة قدرها 140 كيلومتر؟ إذن نوظف العملية السهلة. لاحظوا للانتقال من 70 إلى 140 ماذا نفعل؟ نضرب في 2. إذن نأخذ نفس الشيء، العدد المتناسب مع 70 ما هو؟ هو 1. إذن نأخذ 1 ونضربها في 2 نحصل على 2. إذن فهذه الشاحنة تقطع مسافة 140 كيلومتر خلال ساعتين. هكذا نكون قد أنهينا العمل على الجدول أو على السؤال الأول.
ننتقل إلى السؤال الثاني، يقول: أنشئ رسما مبيانيا يمثل هذه الوضعية. ماذا يقصدون هنا بالوضعية؟ يعني يقصدون سرعة هذه الشاحنة. رسما مبيانيا يمثل سرعة هذه الشاحنة. إذا نرسم أولا المعلم. ماذا لدينا في المعلم؟ الخط الأفقي يمثل المدة، وبين كل نقطة ونقطة ماذا لدينا؟ ربع ساعة. لاحظوا، ربع ساعة زائد ربع ساعة نحصل على نصف ساعة، ثم ربع ساعة هنا ساعة إلا ربع، ثم ساعة، وهكذا بين كل نقطة ونقطة لدينا ربع ساعة. فهذا الخط يمثل المدة بالساعة، والخط العمودي يمثل المسافة بالكيلومتر. بين كل تدريجة والأخرى 35، لاحظوا 35 زائد 35 نحصل على 70، زائد 35 105، زائد 35 140. إذا نبتدئ بالنقطة الأولى، خلال ساعة واحدة هذه الشاحنة تقطع 70 كيلومتر. إذا خلال ساعة واحدة، النقطة التي تمثل هذه الإحداثيات، إن خلال ساعة الشاحنة تقطع 70 كيلومتر. النقطة الثانية، خلال نصف ساعة الشاحنة تقطع 35 كيلومتر. نصف ساعة هنا، خلال نصف ساعة الشاحنة تقطع 35 كيلومتر. النقطة الثالثة، خلال ساعة ونصف الشاحنة تقطع 105 كيلومترات. خلال ساعة ونصف 105 كيلومترات. ثم النقطة الأخيرة، خلال ساعتين هذه الشاحنة تقطع مسافة 140 كيلومتر. هكذا خلال ساعتين. الآن لاحظوا هذه النقط ماذا تمثل؟ تمثل السرعة التي تسير بها هذه الشاحنة. فعند هذه النقطة فهذه هي سرعة الشاحنة، في هذه النقطة سرعة الشاحنة بعد مدة 0.5 ساعة، يعني بعد مدة نصف ساعة، وبعد أن تكون قد قطعت 35 كيلومتر. مثلا هذه النقطة فهي سرعة الشاحنة بعد ساعة ونصف من الزمن تكون قد قطعت 105 كيلومترات. إذا فهذه النقط تمثل سرعة هذه الشاحنة. فالسرعة دائما انطلاقا من هذا المبيان يتبين لنا على أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمسافة والمدة. السرعة في أي نقطة فهي ترتبط بالمسافة والمدة. لاحظوا حتى في التعبير، تسير شاحنة بسرعة 70 كيلومتر في الساعة. 70 كيلومتر، فالكيلومتر يمثل المسافة والساعة تمثل المدة. إذن دائما لنحصل على السرعة يجب أن نبحث عن المسافة والمدة. إذن لاحظوا النقط، كيف تبدو هذه النقط؟ نقط مستقيمية. إذا وصلنا بين هذه النقط نجد على أنها نقط مستقيمية، يعني أن هذه السرعة سرعة ثابتة. فهذه الشاحنة تسير بسرعة ثابتة قيمتها 70 كيلومتر. نسمي هذه السرعة بالسرعة المتوسطة لهذه الشاحنة. الآن ننتقل لكيف نجد السرعة المتوسطة، كيف نحسب السرعة المتوسطة. قلنا على أن السرعة المتوسطة انطلاقا من التعبير السابق فهي ترتبط بالمسافة والمدة، فهي تساوي المسافة على المدة، حيث نعبر عن المسافة بالكيلومتر والمدة بالساعة. لهذا نقول سرعة شاحنة أو سرعة سيارة هي كيلومتر في الساعة. كيلومتر في الساعة يعني المسافة على المدة.
ورياضيا نكتب بحروف لاتينية نعبر عن السرعة ب لا فيتاس موين بالحرف اللاتيني في وام صغيرة، فيتاس موين تساوي المسافة، نعبر عن المسافة بالحرف اللاتيني دي صغيرة، المسافة على المدة نرمز لها بالحرف تي نسبة إلى طون، وكذلك الحرف دي نسبة إلى ديستونس. إذن فالسرعة المتوسطة تساوي المسافة على المدة. إذن الآن في التمارين غالبا ما نجد المسافة والمدة ويطلب منا حساب السرعة. إذن في هذه الحالة فنحن نقوم بقسمة المسافة على المدة. في تمارين أخرى نجد السرعة معلومة والمدة معلومة ونجهل المسافة. إذن كيف نحسب المسافة؟ رأينا في الدرس السابق أن عندما يكون لدينا عددان كسريان فجداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. في هذه الحالة مقام هذا العدد يساوي واحد. إذن لنحسب الدي كم تساوي الدي؟ فالسرعة في المدة ونقسم على واحد، إذن تساوي السرعة في المدة. إذن المسافة تساوي السرعة المتوسطة في المدة، ونكتب كذلك رياضيا المسافة دي ديستانس تساوي لا فيتاس موين فوا لو طون، يعني المدة دي تساوي السرعة المتوسطة في المدة. كذلك نجد في تمارين أخرى أن المسافة معلومة والسرعة المتوسطة معلومة ويطلب منا حساب المدة. إذن كيف نجد المدة؟ دائما انطلاقا من هذه العلاقة، المدة ماذا تساوي؟ المسافة في واحد، المسافة في واحد ونقسمها على السرعة. كم تساوي المسافة في واحد؟ تساوي المسافة ونقسمها على السرعة. إذا المدة تساوي المسافة على السرعة، المدة تساوي المسافة على السرعة. ونكتب رياضيا المدة تساوي المسافة على السرعة. ودائما نعبر عن السرعة بالكيلومتر في الساعة، حيث المسافة بالكيلومتر والمدة في بالساعة. إذا وجدنا أن المدة مثلا بالدقائق فيلزمنا تحويل هذه الدقائق إلى الساعة، وكذلك إذا وجدنا المسافة مثلا بالهكتومتر أو غير ذلك فعلينا تحويل هذه المسافة إلى الكيلومتر حتى نجد السرعة بالوحدة العالمية المطلوبة وهي الكيلومتر في الساعة. ننتقل كالعادة إلى تطبيق لنرى مدى تمكننا من حساب السرعة المتوسطة. يقول التطبيق: ما هي المسافة التي تقطعها شاحنة تسير بسرعة متوسطة قدرها 80 كيلومتر في الساعة في مدة 3 ساعات؟ ما هو المطلوب منا؟ المطلوب المسافة. إذن عندما تكون المسافة هي العدد المجهول نستحضر العلاقة التي تقول المسافة تساوي السرعة المتوسطة في المدة، ونقوم فقط بتعويض كل عدد بقيمته. ما هي سرعة هذه الشاحنة؟ سرعة متوسطة قدرها 80 كيلومتر. إذا نعوض السرعة ب80 في مدة 3 ساعات، ونعوض المدة ب3. إذا المسافة التي نبحث عنها تساوي 80 في 3، ونقوم بإنجاز العملية فنحصل على دي، أي المسافة، المسافة التي تقطع هذه الشاحنة خلال
3 ساعات وهي تسير بسرعة متوسطة قدرها 80 كيلومتر في الساعة، هي 240 كيلو متر. أتمنى أن تكونوا أعزائي قد استوعبتم السرعة المتوسطة وكيف نحسبها. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.